السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. عاد صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى خارج الدولة. اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى سير الدراسة في اليوم الأول من العام الدراسي 2017-2018 وانتظام التلاميذ في مدارس وزارة التربية والتعليم في مختلف مناطق ومدن الدولة. وقد حرص سموه اليوم ومنذ الصباح على زيارة عدد من مدارس الوزارة في منطقة دبي التعليمية، حيث استهل سموه جولته الميدانية في مدرسة آل مكتوم الابتدائية بنين الكائنة في منطقة السطوة في دبي، والتي تعتبر من المدارس الحديثة على مستوى الدولة من حيث المباني والمنشآت والمرافق التي تتوفر في المدرسة بمواصفات عالمية، ويدرس فيها حالياً نحو 270 تلميذاً من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي. وأكد سموه خلال تجاذبه أطراف الحديث مع معالي جميلة بن سالم صبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام التي رافقت سموه في الجولة على أهمية بناء جيل المستقبل بناءً صحيحاً فكرياً وتعليمياً وثقافياً وإخلاقياً، وتهيئة البيئة النظيفة والحاضنة لهذه القيم بالعلم والمعرفة والأخلاق وحب الوطن وخدمة المجتمع. ونوه سموه بدور المعلم الرئيس في بناء الأجيال وإعدادها الإعداد الذي يتناغم ومتطلبات العصر من علوم إنسانية متنوعة وخبرات مع مراعاة الحفاظ على ثقافتنا وجذورنا العربية الأصيلة المتوارثة بين الأجيال، لتظل دولتنا الحبيبة رمزاً من رموز التواصل الرصين. قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة تفقدية صباح اليوم إلى مدرسة حمدان بن زايد بمنطقة البطين في العاصمة أبو ظبي. طلع سموه خلالها على سير العملية التعليمية وانطلاقها في أول أيام العام الدراسي 2017-2018. رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جاسم محمد بعتاب الزعابي رئيس مكتب اللجنة التنفيذية لإمارة أبو ظبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبو ظبي، وعدد من المسؤولين في المؤسسات التعليمية. وفي هذا الصدد أكد سموه ضرورة تنمية قدرات الطلبة وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع متطلبات وتحديات القرن الحادي والعشرين، ويمكنهم من بناء حاضرهم ومستقبل وطنهم مع اعتزازهم بقيم مجتمعهم ووطنهم وهويتهم الأصيلة. وقال سموه عندما ننظر إلى المستقبل بتفاؤل فذلك لأننا بفضل الله وضعنا ثقتنا في أبنائنا الطلبة وفي قدرتهم على تحقيق طموحات الوطن. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أهمية المبادرة الثقافية التي نظمتها إمارة الشارقة طيلة مسيرتها الثقافية الرائدة والتي حققت الكثير من الإنجازات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم أجمع. جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح اليوم في مقر دائرة الثقافة بالشارقة سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة ومدراء إدارة الدائرة. وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى تجربته الثقافية المبكرة منذ طفولته مرورا بحياته الدراسية في جمهورية مصر العربية وصولا إلى المبادرات والجهود الثقافية في الإمارة،
وتناول سموه خلال اللقاء البعد الثقافي لإمارة الشارقة الذي يشمل المجالات الثقافية المتنوعة والجهود المبذولة لدعم الثقافة بمختلف مجالاتها. كما وزار سموه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة متفقداً الإدارات والأقسام الإدارية والفنية والتنفيذية. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت التعليم جل اهتمامها والرعاية، وذلك منذ قيامها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحتى يومنا هذا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، هذه الرعاية إلى الإيمان أو إيمان الدولة بأهمية التعليم في بناء شخصية أبناء الوطن على القيم والأخلاق الحميدة ومعاني الولاء والانتماء للوطن. جاء ذلك خلال زيارة سموه صباح اليوم مدرستي خت للتعليم الثانوي بنين وخت للتعليم الأساسي بنات. وثمن سموه الرعاية الكريمة التي يحظى بها التعليم من القيادة الرشيدة للدولة، الأمر الذي ظهر جليا في القفزة الكبيرة التي شهدتها العملية التعليمية في الدولة، سواء من حيث البنية التحتية أو التقنيات التكنولوجية المعتمدة فيها. قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم خليفة محمد حارب الفلاحي. وقد زار سموه صباح اليوم منزل العائلة في منطقة الصفا في دبي، حيث أعرب لأخوة ونجلي وذوي الفقيد عن صادق عزائه ومواساته، سائلا الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشري ولي عهد الفجيرة في مكتب سموه بالديوان الأميري سعادة فرانسيسكو جيشاكون سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي العهد بالسفير الضيف مشيدا بالعلاقات الإماراتية الكوستاريكية المميزة، وتمنى سموه للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بين كوستاريكا ودولة الإمارات على مختلف المستويات. حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد. قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء إلى عائلة بن رغى الزعابي في وفاة المغفور له بإذن الله ماجد جاسم بن رغى الزعابي. وأعرب سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في منطقة الخران بإمارة رأس الخيمة يرافقه الشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي عن سعادته ببداية الموسم الدراسي الجديد، متمنيا سموه للطلبة والأهالي وطواقم المعلمين والإداريين في جميع مدارس الدولة عاما دراسيا ناجحا ومفعما بالإنجازات. وأكد سموه أن الرعاية الاستثنائية التي تقدمها القيادة الحكيمة للدولة للقطاع التربوي في الدولة يجب أن تكون حافزا لجميع أركان العملية التعليمية. ودعا سموه إلى أفضل الممارسات التعليمية والنهوض بالمبادرات ومشاركة المسؤوليات، فنحن نراهم أو نراهن على العلم لصون المنجزات وتنشئة أجيال واعية قادرة على خوض غمار التحدي لحصد المزيد من المراكز المتقدمة على مختلف المؤشرات التنموية في الدولة. أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح رئيسة جامعة زايد حرص الجامعة على أداء رسالتها على الوجه الأمثل، وذلك من خلال تقديم برامج دراسية تلبي المعايير الدولية. وقالت معاليها خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى السنوي العشرين لأسرة الجامعة والذي عقد في مركز المؤتمرات في فرعها في العاصمة أبوظبي تحت الشعار عام زايد، قالت إن الجامعة إذ تحتفل بكل التطورات التي شهدتها على مر سنواتها العشرين، فإنما تعتز بثوابت راسخة تشكل بحق دعائمها وأركانها وأهمها الدعم القوي والمتين لقيادة الدولة الرشيدة المبني على رؤية باني الدولة الحديثة المغفور له بإذن الله القائد الوالد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ونظرته الثاقبة في ربط التعليم ببناء الأمة. خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في فندق الانتر كونتيننتال العاصمة أبوظبي، أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2017 عن انطلاق الدورة 15 من المعرض خلال الفترة من 12 ولغاية 16 سبتمبر 2017 في مركز أبوظبي الوطني للمعرض. الزميل أيمن مصبح حضر المؤتمر ووافانا بالتقرير التالي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تقام الدورة 15 من المعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2017 خلال الفترة من 12 ولغاية 16 من سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بتنظيم من نادي صقاري الإمارات ودعم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبرعاية كل من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية أصيلة وواحة الزاوية. السنة طبعا نحن اللي حاولنا إبراز التراث الإماراتي في المعرض، فراح يكون إن شاء الله مشاركين يعني نادي أبوظبي للتراث بكثير من الأنشطة، هيئة السياحة أيضا والتراث أيضا مشاركين في كثير من الأنشطة. نحن راح نكون هذا الإبراز اللي نريد نبرزه في معرض. ويعتبر المعرض أحد أهم المحطات التراثية الثقافية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وملتقا خليجيا اجتماعيا شاملا يعنى بالصيد المستدام، وتعتبر الدورة 15 للمعرض هي الأكبر والأكثر تميزا في تاريخ المعرض على مدى 5 أيام من خلال الفعاليات والأنشطة المميزة. نلاحظ أن المعرض عام بعد عام يزداد في عدد الشركات، يزداد في عدد الزوار، كذلك تطور آليات سنويا لتسهيل إجراءات سواء الدخول أو التسجيل، أو كذلك مشكورين أخواننا في اللجنة الأمنية تسهيل تراخيص السلاح ودخولها وكذلك تراخيصها وبيعها. كما تتميز الدورة الجديدة بمساحة 43 ألف متر مربع مع مشاركة ما يزيد عن 600 شركة من 40 دولة، منهم ما نسبته 23% من العارضين الجدد. نحن انتهجنا منهج اللي هو الدقة في طبعا الفحص الأمني بالنسبة لطالب الترخيص، كذلك نتأكد أن هذا السلاح طبعا أو قطعة السلاح لما توصل للشخص الصحيح، حتى طبعا والقصد هو معناه للدفاع عن النفس طبعا، وبالتالي لازم نعطيهم الاحتياطات الأمان. كما يعد المعرض الأبرز والأشهر في منطقة الشرق الأوسط والحدث الوحيد المتخصص في الصيد والفروسية والرياضات البحرية ورحلات السفاري والفنون والتحف، كما يتيح للسياح مشاهدة التراث الإماراتي العريق من خلال مدينة أبوظبي والتفاعل مع الآلاف من هواة الصيد والاستمتاع بالكثير من أنشطة التراث الثقافي والعروض الحية. برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق الدورة 15 من المعرض الدولي للصيد والفروسية لعام 2017 بمشاركة 163 شركة إماراتية بالإضافة إلى 63 شركة حول العالم. من مقر المؤتمر الصحفي في العاصمة أبوظبي، أيمن مصبح، قناة الظفرة. نظرة سريعة على تعاملات أسواق المال الإماراتية في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين. كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله.
نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.